تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بإصدار مرسوم ملكي بالعفو الخاص والإفراج عن 361 نزيلا محكومين في قضايا مختلفة بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم. ويأتي العفو والإفراج عنهم بمناسبة الأعياد الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، وذلك جريا على عادة جلالته الكريمة وحرصه على إتاحة الفرصة لمن شملهم العفو للاندماج في المجتمع والمشاركة في مسيرة البناء والتقدم. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أهلا بك في نشرة الثامنة. سيد علي، ألا ترى بأن هذا القرار هو دليل على أن كرامة الإنسان واحترام كافة حقوقه في مملكة البحرين طبعا مكفولة في كل الظروف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي بمناسبة ذكرى تولي صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم وذكرى العيد الوطني المجيد. في هذا المقام أولا لا يفوتنا أن نشيد بهذه المكرمة السامية من لدن جلالة الملك التي تعودنا عليها دائما في هذه الأعياد، أعياد الوطن المجيدة. أيضا هناك التوسع في فلسفة العقوبة من العقوبة الجبرية إلى عقوبة الدمج في المجتمع والمحافظة على النسيج الاجتماعي وعلى تحويل النزيل إلى عنصر فاعل في المجتمع يفيد أسرته ومجتمعه ويكون سندا للوطن. طبعا التوسع عبر إدخال السجون المفتوحة كمرحلة تهيئة وتدريب وأيضا تكثيف للنزيل ليتمكن من أن يحصل على المرحلة الأخرى اللي وهي مرحلة جاهزية للدخول في البرامج في برنامج العقوبات الجديدة. نعم، سعادة المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك. وحول هذا الموضوع كذلك معنا عبر الهاتف السيد سلمان ناصر رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون. سيد سلمان، كونك رئيس مجموعة حقوقية، كيف تقرأ قرار الإفراج عن 361 نزيل في هذه الأيام السعيدة على مملكة البحرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية لك وللسادة المشاهدين، شكرا على الاستضافة. طبعا في البداية نهنئ جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه والحكومة الرشيدة وشعب البحرين بهذه الأيام العزيزة على قلوبنا المتمثلة في أعيادنا الوطنية المجيدة. وعودة لسؤالك أخي الكريم، تشكل الأوامر والمراسيم الملكية السامية خاصة منها المتعلقة بالعفو عن بعض المحكومين والذين غضوا جزء من محكوميتهم دعم يسهم في التطوير المستمر للمنظومة الحقوقية في مملكة البحرين. ويشكل مرسوم العفو الملكي السامي الذي شمل 361 اليوم لأثلج صدور العوائل وأثلج صدور المتتبعين، وكذلك كنا كمنظمات متابعة محكومين في قضايا 361 محكومين في قضايا مختلفة. طبعا تشكل هذا نهج أصيل في دولة القانون والمؤسسات، كما أنها تؤكد على عقيدة الإصلاح التي تقوم عليها دولة القانون والمؤسسات. ولا يفوتنا التي تتواخى طبعا إصلاح الأفراد من المحكومين وتأهيلهم وتوجيه قدراتهم وأمكاناتهم وإدماجهم في المجتمع للمشاركة في بناء وطنهم والمساهمة في تحقيق التقدم والنماء فيه، حيث أن احنا نعتقد لا يمكن للمجتمع أن يتقدم إلا سمو هذه المراسيم وسمو القرارات هذه
اللي تدمج المجتمع وتعطي فرصة خاصة ما يتعلق بالمحكومين، حيث أن هذا تمثل لهم فرصة بإعادتهم للمجتمع. نتمنى أن يعني يستغلون هذه الفرصة في الاندماج ويتجاوزون عن أخطائهم في حق نفسهم وارتكاب الجرائم. نعم، إذن السيد سلمان ناصر رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون، شكرا جزيلا لك. ونتابع الحديث أيضا حول هذا الموضوع عبر الهاتف. ينضم إلينا سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى. أهلا بك سعادة السيد علي العرادي، كيف يعني تصف لنا القرار، قرار الإفراج عن 361 نزيلا، وكيف سوف يعني نقرأ هذا القرار في منظومة في تطوير منظومة العمل الإنساني في مملكة البحرين؟ مساء الخير، بداية ما انتهز هذه الفرصة لمسي بالخير عليكم وعلى السيدات والسادة المشاهدين، وأشكركم على هذه الاستضافة. وأود كذلك إذا سمحتوا لي في البداية أن أسجل وقفة إجلال وإكبار لمقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، القائد الحكيم والراعي الأول للطموحات الوطنية الرفيعة وصاحب الرؤية الثاقبة والملهمة، ونرفع أسمايات الولاء وعظيم التبريكات إلى المقام السامي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني المجيد وإحياء ذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة، وكذلك تولي جلالته مخاليد الحكم حفظه الله. نعم. ولكنني كذلك أستذكر إذا أذنت لي في عجالة في هذه المناسبة شهداء الواجب البررة والذين دافعوا عن حياض الوطن وأسهموا بدمائهم الزكية في الحفاظ على أمنه واستقراره، وسطروا لنا جميعا بتحياتهم. نعم. القصص والأمثلة. بالعودة إلى سؤالك، طبعا تفضل حضرة صاحب الجلالة بالعفو الخاص والإفراج عن 361 نزيل، هو سيوجه بداية ليس بغريب على جلالته، فهو ملك الإنسانية وهو صاحب القلب الكبير والحامي الأول للدين والوطن، وتعودنا من جلالته في كل عام وبمناسبة الأعياد الوطنية أن يعفو عن مجموعة من المحكومين. وهذا الموضوع طبعا في البداية هو يبث روح الأمل والعزم في كل مواطن، وهو توجه طرح يدفعهم إلى توجيه الإمكانيات والطاقات لبناء دولة المؤسسات والقانون. الآن كيف ينعكس ذلك على المجتمع؟ طبعا هي فرصة المفرج عنهم في أن يندمجوا في المجتمع من جديد وأن يتحولوا لعوامل ازدهار وبناء في وطنهم في ظل العهد الزاهر، وهي فرصة كذلك لمن أخطأ بحق نفسه ووطنه لتصحيح الخطأ والرجوع عنه، وهي فرصة لنا نحن كذلك في المجتمع بأن نعطيهم دور جديد وأن ندمجهم وأن كذلك يعني نتقبل منهم ما قاموا به وأن نسعى معهم ليكونوا المعاول للبناء في المجتمع. أدام الله على البحرين دائما الأفراح والمسرات. نعم، سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.